تتجه الأمور في العراق وتحديداً في العاصمة إلى الهدوء الأمني، فبعد اتفاق على التهدئة في اجتماع بين رئيسي الجمهورية والحكومة والإطار التنسيقي للقوى الشيعية، أنهى الجيش العراقي عملية الانتشار الواسعة داخل بغداد، والتي نفذها عقب محاولة الاغتيال الفاشلة لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي. مع الزميلة كارولين نصار نطلع ليلى على تفاصيل هذا الاتفاق وعلى أيضا الإطار التنسيقي للقوى الشيعية. مساء الخير بداية كارولينا. مساء النور شانتال. ما هو هذا الاتفاق الذي أنتج هدوءا نسبيا في العاصمة؟ كان في تعهد من قبل الكاظمي للكشف عن فاعلي العملية اللي طالت منزله في يعني محاولة الاغتيال شانتال. هذا الاتفاق لا يغني أو يلغي إرادة رئيس الحكومة والقوى العراقية لكشف فعليا ما الذي حدث ومن يقف وراء هذا الهجوم ومحاولة الاغتيال الفاشلة، لكن اجتمع الإطار التنسيقي للقوى الشيعية في العراق مع رئيسي الجمهورية والحكومة وقرر. ولكن سنتعرف على من هم فرقاء هذا الإطار وما حجم تمثيلهم. تشكل الإطار التنسيقي للقوى الشيعية بداية داخل البرلمان العراقي من القوى الشيعية الخمس الرئيسية، أما الهدف منه فتنسيق المواقف السياسية في المجلس النيابي، ويضم ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، تحالف الفتح بزعامة هادي العامري، ويعد المظلة السياسية للحشد الشعبي، كما يضم تحالف قوى الدولة بين حزبي النصر والحكمة بقيادة عمار حكيم وحيدر العبادي، حركة عطاء أيضا بزعامة فالح الفياض. سياسيا التقى قادة الإطار التنسيقي على رفض نتائج الانتخابات الأخيرة، لوح بعض منهم باحتمال اللجوء إلى القوة في حال المضي بالنتائج المعلنة. وبعد محاولة اغتيال رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، اجتمع الإطار التنسيقي للقوى الشيعية وأدان الحادثة، لكنه أيضا شكك في حيثيات الهجوم وتفاصيله. شدد البيان الصادر عن الاجتماع على أهمية خفض التوتر وتوقف عن التصعيد الإعلامي من جميع الأطراف، ودعا إلى الذهاب نحو التهدئة وبعث رسائل اطمئنان لأبناء الشعب العراقي. لكن النقطة الأبرز في بيان قوى الإطار التنسيقي الدعوة للبحث عن معالجات قانونية لأزمة نتائج الانتخابات غير الموضوعية وتعيد الثقة بالعملية الانتخابية، بالإضافة إلى الدعوة لعقد اجتماع وطني لبحث إمكانية إيجاد حلول لهذه الأزمة. تقول مصادر سياسية عراقية أن نتائج الانتخابات رفعت نسبة ارتياب بين قادة الإطار التنسيقي فيما بينهم، وتقول أيضا أن اتفاق التهدئة مرتبط بدوره بمصير نتائج تلك الانتخابات. عموما للحديث أكثر عن آخر التطورات السياسية والميدانية في العراق، ينضم إلينا من بغداد مراسلنا حيدر الأسدي. حيدر، أوجز لنا كل ما جرى في العراق في هذا النهار سياسيا وميدانيا. يعني التحركات السياسية كانت تحركات أتت أكلها أولا بالنقطة الإيجابية التي حصلت والتحول الإيجابي في الأزمة التي شهدها العراق طيلة ال 72 ساعة الماضية، وهو أن يعقد لقاء بين الإطار التنسيقي وبين الجانب الحكومي ممثلا برئيس الوزراء ورئيس الجمهورية ورئيس مجلس القضاء الأعلى. صحيح أن كل من الجانبين تمسك ب النقاط المهمة التي يرغب في تطبيقها في المرحلة المقبلة، ولكن مع ذلك الاتفاق اللقاء بحد ذاته يعتبر نقطة إيجابية يمكن البناء عليها لاحقا. أبرز هذه النقاط هي ما ذكرتها كارولين، وهو أن يكون هناك إدانة وتحقيق للوصول إلى الفاعل الرئيسي الذي قام بمحاولة الاغتيال الفاشل لرئيس الوزراء. أيضا في المقابل تستمر التحقيقات ومعرفة من أعطى الأوامر لإطلاق النار باتجاه المتظاهرين المعتصمين المؤيدين للقوى المعارضة لنتائج الانتخابات. ما يهم الشارع العراقي من هذا هو الوصول إلى حالة التهدئة. هذه الحالة لمسناها اليوم منذ صباح هذا اليوم وحتى الساعة التي نتحدث فيها، قوات الجيش العراقي انسحبت من أغلب الطرقات التي انتشرت فيها عقب محاولة الاغتيال، وبدأت الأمور أكثر مرونة الآن بين الجانب الحكومي وبين قوى الإطار التنسيقي، على اعتبار أن هذا اللقاء قد يمهد لمباحثات ولقاءات أخرى.
الكرة الآن يمكن القول بأنها في ملعب مفوضية الانتخابات والهيئة القضائية في المفوضية والمحكمة الاتحادية. الجميع هنا يرى بأن المفوضية تماطل في مسألة الإعلان النهائي لنتائج الانتخابات بانتظار أن تحسم القوى السياسية موقفها من نتائج هذه الانتخابات. نتوقع أن تكون هناك جلسات ومباحثات ولقاءات متكررة بين هذه القوى السياسية في المرحلة المقبلة للاتفاق على صيغة معينة تكون مرضية للجميع للخروج من أزمة نتائج الانتخابات والاعتراض عليها التي يرى الإطار التنسيقي بأنها نتائج غير موضوعية، والتي يرى الفائزون فيها بأنها نتائج أعطت لكل ذي حق حقه. وبالتالي عندما تصل هذه القوى إلى نقطة لقاء معينة فيما يتعلق بنتائج الانتخابات قد نرى ضوءا في نهاية النفق، وأن تكون هناك حكومة يسهل تشكيلها في البرلمان المقبل. شكرا جزيلا لك من بغداد مراسلنا حيدر الأسدي. إذن شانتال، يعني رغم الهدوء الذي عاشته بغداد اليوم ورغم هذا الاجتماع، البعض يتخوف من حين إعلان المفوضية الانتخابات النتائج النهائية، لأنه يبقى هذا يعني هو الأساس الذي يعني توترت على أساسه الأمور أمنيا في بغداد، وبالتالي كل الاحتمالات لا تزال مفتوحة على أمل حوارات في الأسبوع المقبل من شأنها تخفيف حدة نتائج الانتخابات التي هذا الإطار التنسيقي الشيعي لا يزال يرفضها، وكما ذكر حيدر وكما تابعنا في تقريرنا يصفونها بغير الموضوعية. وقد ذكر حيدر أيضا كارولينا مسألة مماطلة الهيئة بالإعلان عن هذه النتائج. البعض يقول أن محاولة الاغتيال هذا قد تكون قد حققت أهدافها وهدفها الأساسي كما رأى كثر معنا في غرفة الأخبار إعادة خلط الأوراق. هذا ما ستفضحه لربما الساعات المقبلة. شكرا لك كارولينا على المداخلة.